السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعمل وصفة جديدة بالقناة، هي المفتول الفلسطيني أو المغربي. فنحن بدنا نعملها، عندنا مواد الأساسية اللي هي هذا هو المغربي، هاي بتجي هيك، بتجي ناشفي أو بتجي مفرزي. أنا لقيتها هون ناشفي، فعندي هون 450 جرام، الكيس بيجي 900 جرام، أنا هذا نصه 450 جرام. بدها بصل، تخيلوا شو قد بصل، هذا البصل الصغير بدها تقريبا هالقد بصل، يعني قد ما فيكم بصل صغير حطه بيلبق للبصل. زيت زيتون، كركم، اساسه هو القرفي والكراوية والكمون، توابل هاي هي، بهارات خضار مجففه، ملح. عندي الدجاج انا غسلته ونظفته وشلطته من برا، وعندي هون توابل سلق الدجاج. اول شيء بدنا نعمله هو بدنا نقلي الدجاج بعدين نسلقه. انتم بتعرفوا انا وقت بدي اسلق الدجاج بعمل له هيك تشويحه على النار. وبدنا كمان حمص حب مسلوق، شايفين انا هذا نقعته وسلقته اليوم. وبدنا لتقليب المغربيه زبده، يعني هاي هي موادنا لليوم. وقت التطبيق ان شاء الله بكون الشرح مفصل. وهلا هيك مثل ما شايفين بنحط نقلي الدجاج، شايفين بهذا الشكل، شايفين هون هيك. بعد ما قليت الدجاج صبيت عليه مي مغلية، لأنه هو ساخن لازم نصب عليه مي مغلية. شايفين كيف بقليه؟ بقليه بهذا الشكل. قلتلكم أنا قبل بمرة وقت بنقلي الدجاج ما بيطالع زفرة خالص. هلا رح أحط التوابل، رح أحط البصل، وحط اللومة، وعندي هون تنتين كركم مجفف، أغار. هلا أهم شيء إني بفرجيكم إن أنا هون قطعة الزنجبيل بدي أقصها بهذا الشكل عشان تعطيني نكهة أكثر. وهون عندي القرنفل وحب الفلفل وحب الهال، ورق الغار كله بنزله فوق، وهي مطيبات لا غنى عنها. ما عندي قرفي، انتو اذا عندكم قرفي فينكم تحطوه، عودان قرفي انا ما عندي، عندي قرفي مطحوني، ممكن رش رشة صغيرة للنكهة هيك بس، لأنه هي الأكلة أوريدي بدها قرفي بس هيك. هلا بهاي المرحلة من الاستواء شايفين تقريبا أخذوا معنا ثلاث أرباع استواء الدجاجات، لسه بيتحملوا. انا بقيمهم بحطهم بصحن ثاني على جنب، لانه هلا بهاي الطنجره بدي اشتغل مشان تتطبق معي الاكله كلها. هي هاي الاكله مشهوره انه بدها طناجر واغراض كثير، فبدها تطبخها لازم يكون جنبها وحده عم تجري وراها، لانه قصتها قصه. فيعني الشاطره اللي بتقدر تلاقي لها طريقه انه تنطبخ معها باقل اغراض. هلا هون حطيت عندي كميه من زيت الزيتون، بدنا ننزل البصل. البصل بنشوحه على نار هادي على الثلاثي، انا عندي غازي على التسعة بعلي على الثلاثي، وبننزل حبات البصل هيك مثل ما هني بننزلهم، نعمل لهم تقليبي بالزيت مثل ما قلت لكم على نار هادي، ما بدنا اياهم نحنا يحترقوا وما بدنا اياهم يدوبوا، بدنا يستووا بقى بمرقة الدجاج مع بعضهم. شايفين بقلب بصلات هيك، انا بقلب بهاي بلاقيها حنونة على هيك اكلات ما بدي اياها تتهرس، بنقلبهم. واذا ما عندكم مثل هاي فينكم تنسفون تنسيف، يعني تقلبوهم تقليب بالطنجره. وبين ما انا عم قلي البصلات هلا بدنا نسلق المغربي، بنحط مي بنحط فيه بقلبه ملح، بنحط كميه حلوه مشان الزبده يغبوا، وبنزلهم بسم الله الرحمن الرحيم بقلب المي وبحركهم مشان ما يلزقوا ببعضهم، لانه هي المغربيه عباره عن عجين يعني مثل معكرونه. بتركهم يسلقوا، بياكلوا لهم يعني تقريبا 13 ل 14 دقيقة، بنفقدهم. شايفين؟ لهلا عم بقلي فيهم، بس حسينا البصلة هيك طلعت ريحتها هيك عم تعطي على استواء، بننزل الدجاج فوق البصل. وبهاي المرحلة شايفين كيف صار البصل؟ بننزل عليه الدجاج. الدجاج فيكم تعملوا اللي بدكم اياه، فيكم تحطوا خضر، فيكم تعملوا دجاج كامل، اي نوع دجاج انتم بتفضلوا. انا بفضل انا واولادي بفضلوا الفخدات. بننزل الحمص طبعا بدون ملح، من المرقه مرقه الدجاج اللي احنا عملناها طبعا بدون التوابل تبعيتها، بنصير ننزل على الدجاج كبده كبده. في فينا صفيه كلها بس لاني انا ماسكه بايد عم صور، بالثاني عم ننزل مرقه. هلا هاي المرحله نتركه ينطبخ على بعضه. بهاي المرحلة بدنا نركز ملح الدجاج والبصل، لأنه البصل ما في خالص ملح فبده يغب، أنا الدجاج مركزي ملحه، لكن هلا البصل بده يعطي والحمص كله بده ملح، فبنركز ملحه وبنحط له هلقد كركم، شايفين براس المعلقة. هلا هيك استواءها صار تمام، هلا رح احطها بمصفاي صفية وبعبي الطنجرة مي باردة وبنزل المصفاي فيها وبتركها فيها تبرد مشان ما تعود تستوي، مشان توقف عن الاستواء. هون لتقلاية المغربية بدنا نحط زبدة وشوية زيت زيتون،
عشان نقلبها فيهم. بنصير نقلبها بالزيت والزبده موجودين، لانه احنا بدنا نمنع انها ترجع تلتصق ببعضها او يصير لاي مشكله، لانها هي عجين مثل ما قلت لكم. فبنقلبها هيك على نار هادي. انا حاطه الغاز عندي على 4 و9، حاطته على 4. في هاي المرحله رح نزلها معلقتين صغار كراويه مطحونه. هاي الكراويه انا طحنتها، انا بحبها تكون نكهتها فريش. معلقتين صغار، معلقه صغيره كمون، وتقريبا نص معلقه قرفه مطحونه. وبنقلب، وانا الدجاج والحمص والبصل عم يغلوا مع بعضهم، يعني تقريبا اكلتي صارت شبه جاهزه للتقديم. بنقلبهم، بنركز ملحه طبعا، وعم ننسى انه بدنا نحط لها شوي من مرق الدجاج. هلا هون بهاي المرحله بنصير ننزل عليها هيك الكبده، شويه كل كبده بكبدتها. هلا هون بهاي المرحله بنعلي الغاز عادي، بنحط لها ثنتين هلا مبدئيا. الريحه بتطلع، هلا برجع بضيف لها كمان كبشتين ثانيين من المرقه. وهلا بهاي المرحله عقول ترفيقتي الفلسطينيه تقول لي حطي لها شويه زيت زيتون، وهذا هو سر نكهتها بالنهايه. نقلبها فيهم خالصين هيك، اكلتنا صارت جاهزه. بدنا نحط هيك شيء نص معلقه كراويه بالدجاج، كراويه مطحونه، نص معلقه صغيره، وكمان تقريبا نص معلقه صغيره كمون، وتقريبا كمان نص معلقه صغيره قرفه. هيك امورنا صارت جاهزه، قلت لكم يتطبخوا ببعضهم. هلا هون الغلبية صارت عندنا جاهزه، ما بدها غير نسكب. فمنشوفكم ان شاء الله بمرحله التقليب. نتفقد البصل، نفقده بسكين من غزة، اذا دخلت السكين فيها تماما معناها امور البصل بيرفكت. ورح نفرجيكم هيك لقمي من فقره الدواء. ناخذ من البصل وشايفين الدجاج، شايفين كيف الدجاج دايب. فرجيكم من البصل كمان. البصل هيك منظر، ونحن عيلة بنحب أكلات فيها بصل، فعن جد كثير ظريفة. لقمي مضاد التهاب بيرفكت ولا غلطة. وهيك مثل ما شايفين منظرها لأكلتنا. أنا بس قمت جلدي من على الدجاج. أنتوا إذا حبيتوا تنتفوه، هلا رفيقتي اللي علمتني إياها فلسطينية قالت لي بنتفوه قطع كبيرة وبحطوه بقلب الحمص بين الحمص والبصل، بس أنا أولادي بحبوا القطعة تكون مثل ما هي، فأنا ما قطعته ما نتفته. انتوا بتحبوا تنتفوا نتفوا، لكن مثل ما شايفين المنظر هيك كيف بيتكامل مع بعضه، المربية الحمص البصل، يعني اكله بتحسوها شتويه وكثير فوائدها كثيره، فيها كمون فيها كراويه، يعني هاي الفوائد اللي نحن بحاجتها. جربوا طريقتي او طريقه رفيقتي اللي انا تعلمتها منها وصرت اطبقها لعائلتي اولادي وعجبتنا كثير، وجربوها وان شاء الله بتعجبكم. بعض وصفات ما بتعرفوا ليش جربوها، ان شاء الله يا رب جربوها تنال اعجابكم. نادعوا عن حب الاهل بالرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.